السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا السيارات الثمن ديالهم ما كيفوتش 4 ديال المليون، ما بين 4 المليون حتى 4.5 المليون. إذا غنشوفوا السيارات في هذا الثمن هذا بالنسبة للناس اللي عنده هذه الميزانية ديال 4 المليون حتى 4.5 المليون. فغادي نجيب لكم واحد 10 ديال السيارات، وغادي باش تاخذوا فكرة حول السيارات اللي كيتباعوا بهذا المبلغ هذا. إذا نبداو على بركة الله بأول سيارة معنا اليوم. معنا هذه السيارة، هذه نشوفوا الصور ديالها ونشوفوا الموديل ديالها وكذلك السنه ديالها وكذلك لي زوبسيون اللي فيها. اذا انتم كما كتشوفوا معايا، هذه هوندا، انتم كما كتشوفوا معايا هوندا. اذا بالنسبه لهاد الهوندا هذه فمولها تطلب فيها 4 ديال المليون 40 الف درهم، تيقول لها انها ايسانس فيها 11 ديال الخيط، بوطا فيتيس مانويل، ضربة في الكيلومتراج 190 ألف، موديل 1998، موديل CRV. هذه فيها 5 ديال البيبان، دوريجين مغربية وماشي بخوميغ مان. بالنسبة لهاد السيارة هذه فمولاها تيقول على أنها مزيانة بأنها مزيانة وما فيها حتى شي ديفو، وكيقول على أنها فيها الكليما وفيها لي جونط ألمنيوم و الابيس و الاسبي و الريغولاتور دو فيتيس. اذا ندوزو السيارة الاخرى. اذا بالنسبة للرقم ديال الهاتف ديال هاد السيارة هادي كنت تشريوها، هادي كاينة في مدينة الرباط، كاينة في مدينة الرباط، غادي تلقاو النمرة ديالها تلقاوها في الديسكريبسيون ان شاء الله. اذا ندوزو السيارة الاخرى. معنا هذا، معنا هاد السيارة هادي، معنا هاد السيارة هادي، عندنا هاد رونو اكسبريس. غادي نشوفو التصاور ديالها، رونو اكسبريس. إذن هي كما كتشوفوا معايا رونو اكسبريس، نتوما كما كتشوفوا هذه كاينه في مدينه فاس، هذه كاينه في مدينه فاس رونو اكسبريس. بالنسبه لهذا رونو اكسبريس فمولاها تيطلب فيها 4 ديال المليون، كيقول على انها مازوت، مازوت وكاينه في مدينه فاس، موديل 1992، بواط فيتيس مانويل وكذلك الموتور ديالها نف. اذا ندوزو السياره الاخرى. معنا هذا الالفا روميو، الفا روميو. بالنسبه لهذا الالفا روميو ف نشوفوا التصاور ديالها، هذه كاينه في مدينه سطات، هي دي الفا روميو. نشوفوا كما كتشوفوا معايا الفا روميو. بالنسبه لهذا الفا روميو فمولاها تيطلب فيها 4.5 المليون، 45 ألف درهم، تيقول على انها مازوت، فيها 8 ديال الخيل، ضربه في الكيلومتراج 150 ألف، موديل 2002، الفا روميو موديل 1156، موديل 156. هذه مولاها تيقول على انها موديل 2002، الموتور ديالها 1.9، فيبل كونسوماسيون ما كتاكلش بزاف، وممكن ريبريز بشي طوموبيله ايسانس. الحمد لله. اذا ندوزو سياره اخرى. معنا هاد الداسيه هادي كاينه في مدينه فاس، هاد الداسيه هادي انتوما كما كتشوفوا معايا داسيه لوغان، هاد داسيا لوغان هي دي. بالنسبه لهاد داسيا لوغان ف كيلومتراج ضربه 172 ألف، 172 ألف في الكيلومتراج. كما كتشوفوا الثمن ديالها، ف الثمن ديالها 4.5 المليون، كاينه في مدينه فاس، فيها 7 ديال الخيل، بواط فيتيس مانويل، ضربه 170 ألف في الكيلومتراج، 100 راني قلت لكم شحال منها، 172، قول 173، موديل 2008، داسيا موديل لوغان دبليو او ماروك، ولكن ماشي بروميير مان. هادي كيقول مولاها على انها سياره نقيه وركب وزيد، ما تصير عليها حتى ريال، نص عامره اللي معقول. مرحبا. اذا بالنسبه للنمره ديال هاد الداسيا هادي اللي كاينه في مدينه فاس، غادي تلقاوها في الديسكريبسيون ان شاء الله. اذا كاينه هادي عاوتاني، كاينه هاد الداسيا اخرى، هادي كاينه في مدينه اكادير، داسيا مدينه اكادير، مولاها تيقول على انها توت اوبسيون، عامره 1.5 DCE. إذا بالنسبة لهاد الداسيا لوغان هادي مولاها تيطلب فيها 4 ديال المليون، كيقول على أنها إيسانس، فيها 8 ديال الخيل، بواطا فيتيس مانويل، ضربة 200 ألف في الكيلومتراج، وموديل 2006، موديل 2006 و دبليو في أو ماروك، ولكن ماشي بخوميغ مان. مولاها تيقول على أنها الزاج ديالها بربعة إلكتريك، المرايات بالضو، الفول أوبسيون. ندوزو السيارة الأخرى. معانا هاد الفياط هادي، فياط بونتو، فيات بونتو، هاهي شوفو التصاور ديالها وشوفو التمن ديالها لي زوبسيون. هادو كيما كتشوفو معايا التصاور ديالها، هادي كاينه في مدينة الفقية بن صالح، كاينه في مدينة الفقية بن صالح، هانتوما كيما كتشوفو معايا
هي دي هي دي هي التصاور ديالها. اذا بالنسبه لهذه اللي قلنا كاينه في فقير بن صالح مولاها كيطلب فيها 41,000 درهم، 4,020,000 ريال، 4,100,000. مولاها تيطلب فيها مولاها كيقول على ان ايسانس فيها 6 ديال الخير بواطا فيتاس مانيوال بطبيعه الحال. بالنسبه للكيلومتراج هنايا كيلومتراج غالط هنايا. بالنسبه للموديل هذه موديل 1995 فيات بونتو، فيات موديل بونتو مولاها تيقول على انها موديل 1995 وتديونات في 2010، دخلت للمغرب في 2010. الخيل ديالها 6 ديال الخيل، الموتور ديالها 5.5 ايسانس. النمره ديالها غتلقاوها في الديسكريبسيون ان شاء الله. هنا عاوتاني غادي تلقاو هاد تيتم الليل، هادي كاينه في تيتم الليل، هاد رونو ميغان كاينه في تيتم الليل. نتوما كيما كتشوفوا معايا هاد السياره، هادي رونو ميغان كاينه في تيتم الليل. ديال بالنسبه لهاد السياره هادي فمولاها تيطلب فيها 4,000,000، 40,000 درهم، كيقول على انها مازوت فيها 6 د الخيل بواطا فيتاس مانيوال وضربه اكثر من 500,000 كيلومتر. هادي موديل 1997، موديل 1997 ديوانيه و بروميير مان، بروميير مان. مولاها تيقول على انها جامي اكسيدونتي، وكيقول كذلك على انها البري ديالها ريزونابل و باقيه نقيه. اذا ندوزو السياره اخرى، هادي معنا هاد الرونو ميغان، هادي كاينه في مدينه الجديده. رونو ميغان، رونو ميغان ها هي كما كتشوفوا معايا، ها هي دي عمود التصاور ديالها. رونو ميغان الكولور ديالها زرق. بالنسبه للثمن ديالها مولاي تيطلب فيها 4,500,000، كيقول على انها مازوت و 7 د الخيل، فيها 7 د الخيل بواطا فيتاس مانويل، ضربه في كيلومتراج 250,000 على ما اعتقد، وموديل 2001. هذه رونو موديل ميغان دبليو في او ماروك. مراتي تيقول على انه كيقبل الروبريز اذا كان روبريز، وكيقول على ان هذه السياره هذه ممكن يدير روبريز كذلك بليسانس طوموبيل ايسانس. اذا ندوزو سياره اخرى معنا، هاد الجيتا باسات، هذه كاينه في مدينه فاس. الجيتا باسات هي هذه كما كتشوفوا معايا، جيتا باسات كاينه في مدينه فاس. انتما كيما كتشوفوا معايا التصاور ديالها. دابا بالنسبه لهاد جيتا باسات ف مولاها تيطلب فيها 42,000 درهم، تيقول على انها مازوت، فيها 6 ديال الخيل بواطا فيتاس مانويل، ضربه في الكيلومتراج 40,000، ضربه في الكيلومتراج 40,000، موديل 1989 89، كيقول على انها باسات ديوانيه ولكن ماشي بروميير مان. مولاها تيقول كذلك على انها ممتازه والمعامله واقتصاديه، الموتور ديالها جديد، كل شيء مصلوح، مزيانه وجديده مليح، الصباغه والشاسي ديالها مليح، والصباغه شويه بدات كتكشف. اذا إيه بالنسبه للنمره غتلقاوها في الديسكريبسيون ان شاء الله. هاد عندنا اخر سياره معنا، معنا هاد الكيا بيكانتو، غادي نشوفوا التصاور ديالها. هادي كاينه في مدينه مراكش، هاد الكيا بيكانتو كاينه في مدينه مراكش. هانتوما كيما كتشوفوا معايا كيا بيكانتو، هانتوما الكولور ديالها، مازال الصباغه ديالها مازال مزيانه. كيما كتشوفوا معايا هادي ديال واحد السيده، هادي الثمن ديالها كطلب فيها مولاتها 4,500,000، كتقول على انها ايسانس بطبيعه الحال، وفيها 6 ديال الخيل وبواطا فيتاس مانويل، كتقول على انها ضربه في كيلومتراج 20,000، موديل 2006، موديل 2006. وكتقول كذلك على انها كيا موديل بيكانتو بروميير مان، كتقول على انها مازال نقيه، هذه السياره مازال نقيه. وكانت هذه اخر سياره معنا اليوم. بالنسبه اللي عنده اي سياره بغى يعرضها للبيع فمرحبا، ممكن انكم تتواصلوا معايا، صيفطوا لي الرقم ديال السياره، عفوا صيفطوا لي معلومات ديال السياره ديالكم اللي بغيتوا تعرضوا للبيع، وانا غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله باش نعرض لكم السياره باش تلقاو الشاري بحول الله. وبالنسبه اللي عنده اي تساؤل او ملاحظات فما عليه يكتبوا لنا في التعليق، او لا يتواصل معنا عبر الرقم الواتساب اللي كتشوفوا قدامكم، راني كنجاوبكم على الاسئله ديالكم اللي كتصيفطوا لي في الواتساب. وكان هذا اخر فيديو، والى اللقاء.